منتخبنا الوطني للفيفا برو كلوب 11-11 بعد حصوله على لقب الافريقي 3 سنوات متتالية آخرها بطولة افريقيا سنة 2023 يواصل تألقه على الصعيد العالمي من خلال الإتاحة بالكبار وبلوغ الدور النهائي لبطولة العالم يوفا اللي باش يواجه فيه منتخب البرازيل. حلم قصور قرطاج في رياضة كرة القدم الإلكترونية متواصلة، والهدف التتويج باللقب العالمي سهرة السد 15 جويلية 2023 ل 11 بتوقيت تونس. استوديو تحليلي بث مباشر من مقر الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية في سهرة ننتظر فيها تألق قصور قرطاج بقيادة المدرب حمزة بن برايم، فكونوا في الموعد.